غير شك يعني كنا سنكون ضحية الخرائط الممزقة ونشر ثقافة الأقليات والإثنيات وفق ما كان الأمريكيون قد خططوا له حتى قبل غزو العراق. غزو العراق كان مقدمة لتفتيت الشرق الأوسط الجديد، أن يفتت العراق إلى 3 أجزاء إثنية يعني طائفية ومذهبية، ومن ثم أن يحدث ما يحدث في لبنان لدفع الجيش السوري إلى الانسحاب وإدخال سوريا في حرب أهلية. ووفق المخطط كان أن تتمزق إلى 6 أجزاء، على أن يلي ذلك ضرب حزب الله أو ما سمي بسحق حزب الله وأحداث بعض التغييرات الديموغرافية وتحويل هذه المنطقة التي نحن فيها الآن إلى منطقة مشاع للقوات الدولية وفضلة لبنان، إلى جانب المشروع الذي كان سيطال خرائط المنطقة. كنا سنكون في منطقة موجعة، سنخسر كل ما ربما كسبناه حتى رغم ذلك من سايكس بيكو. كنا سنكون أمام 10 أو 12 تقسيم لسايكس بيكو، يعني كنا ربما نترحم على أيام سايكس بيكو. لكن أنا يعني كما ورد في تقريركم أن الشرق الأوسط الجديد قد سقط، أنا برأيي لا، لم يسقط الشرق الأوسط الجديد، نحن من صنع شرق أوسط جديد، ولكن قوامه المقاومة، قوامه الممانعة. أنت حققت شرق أوسط جديد لم يكن يتوقع الغرب ومن معه من متحالفين من أبطال المنطقة، لم يتوقع أن تتمكن المقاومة، أن تتمكن ثقافة الممانعة من إعادة رسم خارطة جديدة، ومن إعادة إذا بدك صناعة ما ممكن أن نسميه الردع الاستراتيجي الذي لم يمتلكه العرب منذ عام 48. منذ إنشاء الكيان ظلت إسرائيل المتفوقة عسكريا وماليا وماديا، بدعم أمريكي، بدعم من الغرب، بتقاعس الدول العربية التي ربما لم تنشئ جيوشا تليق بمستوى الصراع، إلى أن جاءت عمليات المقاومة بعد عام 1982 والتي دحرت الإسرائيلي وصنعت انتصارا كبيرا مدويا أدى إلى تأثيره على الوضع الفلسطيني، فكانت الانتفاضة الأولى وكانت الانتفاضة الثانية، إلى جانب صناعة حالة نضالية مقاومتية جديدة. ثم جاءت يعني 2006 وصنعت هذا الانتصار. ما بعد 2006 نحن في مرحلة تثبيت وتأكيد الردع الاستراتيجي لأول مرة في الصراع العربي الإسرائيلي. تتمكن قوة غير نظامية لا تنتمي إلى الجيوش النظامية، لا تنتمي إلى الحروب النمطية، تتمكن من تحقيق هذا التوازن، وتنقل إسرائيل التي كانت تملك جيشا، جيش الدفاع الذي لا يقر، إلى جيش شبه مهزوم متردد خائف يسكن الآن خلف الجدران كما ترى الآن على طول الحدود اللبنانية، ويخشى أن يشتبك مع المقاومة في لبنان لأنه لا يملك الثقة بإمكانية تحقيق أي انتصار فيما لو حصل أمام حرب. نحن الآن في صناعة شرق أوسط جديد كما نشتهيه نحن وكما يجب أن يكون في المستقبل.